السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض درس جديد وهو موقع بلدي. مصر بتتمتع بموقع جغرافي وموقع فلكي متميز. طيب احنا عايزين نعرف الفرق بينهم، يعني ايه موقع جغرافي ويعني ايه موقع فلكي. اول حاجة الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء وبالنسبة للأماكن المحيطة بالمكان اللي بنتكلم عنه. أما الموقع الفلكي مقصود بيه موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. أول حاجة نتكلم عنها الموقع الجغرافي. تبلغ مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، وبتقع مصر في شمال شرق قارة أفريقيا، وتعتبر هي ملتقى قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبتطل على بحرين من أهم بحار العالم، البحر الأحمر من جهة الشرق والبحر المتوسط من جهة الشمال. بعد كده هنتكلم عن الموقع الفلكي، وهو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. قام العلماء برسم خطوط للطول ودوائر للعرض على الخريطة ومجسمات الكرة الأرضية زي ما هو ظاهر كده قدامنا في الصورة. طب ليه؟ بهدف تحديد المواقع بدقة عالية على سطح الأرض. طيب ايه المقصود بخطوط الطول؟ المقصود بخطوط الطول هي أنصاف دوائر رئيسية بتبدأ من القطب الشمالي وبتنتهي عند القطب الجنوبي، وخط الطول الرئيسي هو خط جرينتش ودرجته بتكون صفر. أما أهمية خطوط الطول بتفيدنا في تحديد المواقع على سطح الأرض سواء من ناحية الشرق أو من ناحية الغرب، وتحديد الزمن ومعرفة فروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض. بعد كده هنتكلم عن دوائر العرض. المقصود بدوائر العرض هي دوائر أفقية بترسم حول الكرة الأرضية وهي غير متساوية الأحجام، وأكبر دائرة فيهم هي دائرة الاستواء، وتعتبر هي الدائرة الرئيسية ودرجتها صفر، وبتقسم الكرة الأرضية لنصين متساويين في الشمال والجنوب، وبتصغر كلما ابتعدنا شمال وجنوب دائرة الاستواء. وبتعرف دائرة العرض الرئيسية اللي بتقع في الشمال عند درجة 23.5 شمالا باسم مدار السرطان، أما الدائرة اللي بتقع على 23.5 أو درجة 23.5 جنوبا هي مدار الجدي. أما أهمية دوائر العرض، أول حاجة بتفيدنا في تحديد الأماكن سواء شمال وجنوب دائرة الاستواء، وبتعرفنا على أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار، وبتقسم الأرض لأقاليم مناخية. أما عن موقع مصر الفلكي، فبتقع مصر بين دائرتي عرض 22 شمالا و31.5 شمالا، وعند خطي طول 25 شرقا و37 شرقا، وبيمر مدار السرطان في جنوب مصر. إيه النتائج المترتبة على موقع مصر الفلكي؟ أدى إلى وقوع معظم الأراضي المصرية ضمن الإقليم المناخي الصحراوي، ما عدا الأجزاء الشمالية المطلة على البحر المتوسط فتقع ضمن الإقليم المعتدل. وبكده نكون انتهينا من درسنا، على أمل إن شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.